شكل ظهور الصحف الورقية المطبوعة في منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا والانطلاق من فرنسا تحديداً بداية لعصر جديد وفتحاً لولادة مصادر أخرى من مصادر المعرفة. وقد ساهمت الصحافة العربية التي ولدت أولى صفحاتها مع بدايات القرن العشرين، وما تتناقله صفحاتها من آراء وأفكار وأخبار في إيقاظ الوعي والتنبيه لما كان يحيط بالأمة من دسائس ومؤامرات على مصيرها ومستقبلها. وكانت المقالات والشعر أهم أدواتها إضافة للخطاب السياسي، حيث ظهرت مجموعة من الأسماء والشخصيات والكتاب وأصحاب الصحف ما زالت الذاكرة تحمل الكثير منها حتى الآن، وأصبحوا جزءاً من ضمير الأمة وتاريخها وثقافتها. ومن خلال الصحف برزت أسماء مهمة لمجموعة من الصحفيين، أصبح العديد منهم فيما بعد أبطالاً قوميين وجزءاً من الأساطير، حتى أولئك الذين اتبعوا الأسلوب الساخر ووظفوا الفكاهة للوصول إلى الناس وتمرير أفكارهم وآرائهم وانتقاداتهم للمستعمر والمرتبطين به، فقد شكلت مقالاتهم وكتاباتهم نوعاً من المرح عند القارئ وكرست الأدب الساخر وكان له متابعوه وجمهوره. أذكر أن الشيخ محمد سعيد سعيد ألف شركة فيها جدي محمد مواهب أزهري قاضيا كان، ومحمد محاسن أزهري كمان كان قاضيا وشقيقه، وعبد الواحد هارون أيضا ألفوا شركة لإنشاء مطبعة وجريدة. المطبعة اسمها المطبعة الوطنية، لعلها أول مطبعة في اللاذقية، والجريدة اسمها جريدة اللاذقية، والتي ارتبطت باسم جدي لأمي عبد الحميد حداد، أو جدي لأبي عبد الحميد حداد الذي تابع في صحيفة اللاذقية اعتبارا من سنة 1914. هذه كانت بداية المطابع والصحافة في اللاذقية. ثم نشأت صحافات، خلينا نقول إذا كان جمع صحافة بيقبلوها كثيرة، يعني انتهينا في سنة مثلا الخمسينات ب11 جريدة في محافظة اللاذقية وحدها. بدأت الصحف يمكن من القرن الخامس عشر يعني بصحافة ورقية، فالناس ارتبطت أذهانها وعاشت على هذه الصحافة الورقية. الصحافة الورقية لا تحتاج لا إلى جهاز حتى يقرأ الإنسان، ولا تحتاج ربما إلى كهرباء أو بطارية أو هذا، ويحملها الناس. يعني هلأ بيقولوا والله مثلاً كانت تطبع في اللاذقية 1000 عدد من صحيفة الشاطئ مثلا، بس كان يقرأها 20,000. يعني تنتقل هذه الجريدة من بيت إلى بيت ومن إنسان إلى إنسان. الصحافة الإلكترونية مقتصرة على الشخص الذي يحمل جهازا ويستطيع الاطلاع على ما فيها أو يبحث عنها، يعني ليس في مقدور كل الناس الاطلاع على الصحافة الإلكترونية. يعني هذا هو الفرق الأساسي بين الصحيفة الإلكترونية، ممكن أن يقرأها الإنسان حيثما كان، يعني كان في سوريا أو في لبنان أو في العالم كله يستطيع أن يقرأها. هذه تشكل مصدر قوة للصحافة الإلكترونية، بينما الصحافة خليني أقول محلية خاصة يعني تصدر في اللاذقية ويقرأها أبناء اللاذقية الذين يهتمون باللاذقية وأخبارها.
كانت الصحافة مرتبطة بالنخبة في بلدانها، ثم ما لبثت أن تحولت لتصبح عامة ووصلت إلى معظم الناس، وبخاصة في أوروبا وأمريكا، حيث أقدم المهاجرون من العرب على إنشاء الصحف بعدد أقل من الأوراق وأقل تكلفة. وكان الفضل بانتشار الصحافة في العربية لبعض اللبنانيين كجورجي زيدان الذي أسس صحيفة الأهرام في مصر مع بدايات القرن العشرين. فكان لمصر ولبنان دور في الريادة في إنشاء الصحافة الورقية وتطورها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن، منتشرة على كامل رقعة الوطن العربي وفي المهاجر والمغتربات وبأسماء متعددة وتوجهات مختلفة. الصحافة يعني عم تصدر غالبا، كانت الصحافة في اللاذقية أسبوعية، يعني ما في عندهم هالإمكانيات، يعني عبارة عن أشخاص عاديين أصدروا صحفا من خلال جهدهم الشخصي. يعني كانت الجريدة تعتمد على 4-5 أشخاص، يعني هن اللي يحرروها وهن اللي يصدروها وهن اللي يوزعوها وهن هذا. الآن مثلا جريدة الوحدة الحكومية نشأت بقوة، فيها حوالي 300 موظف حسب علمي، فعندها كل مطبعة مهمة من أهم المطابع في سوريا وربما في العالم، يعني تستطيع أن تطبع الأعداد التي تريدها، يعني تطبع 30,000 و40,000 عدد. كانت الصحافة في اللاذقية تطبع 1,000 عدد أو أقل أو أكثر، يعني بحدود 1,000 عدد يعني، وكانت المطابع يدوية. يعني هذه الناحية كثير مهمة، انه كان يعني انا كنت شوفهم ولا ازال في بعضهم موجود، يعني صفوا كل حرف بحرفه، يعني قدامهم لوحة مقطعة فيها يعني فيها خليني اقول ابيات او هيك، يعني في لكل حرف، وكل حرف في عدة انواع منه. يعني حرف الباء مثلا في بداية الكلام، غير في منتصف الكلام، غير في آخر الكلام. يعني الباء بتشوفيها مثلا بعدة، يعني 4-5، فمثلا الأحرف 25 بدك تضربيهم 5 على الأقل، بالإضافة لل يعني الشغلات اللي بيدخلوها الزوايا والحروف والحروف الكبيرة والصغيرة، يعني فيها هذه. ومع ذلك كان يخف الصفيف، نحن من قلو يمسكوا يعني ما يتطلع، حافظ كل حرف أو كل نوع من الحرف أو جزء منه وين موجود، تلاقي هيك هيك يعمل هيك بتتشكل صحيفة. طبعا تنكتب بالمقلوب، ولما بتنطبع بشكل عادي. يعني هذه اعتبرها من المعجزات، إنه واحد كل هدول قدامه حوالي 300 يعني 300 طاقة، خلينا نقول هالطاقة الصغيرة، عم يمد إيده بلا ما يتطلع، حتى لو تطلع معجزة فكيف إذا ما تطلع. بينما هلأ على الكمبيوتر يعني هو بيرتبها، يعني بتكتبي حرف الباء بيطلع بأول كلام، في منتصف الكلام حرف كبير حرف صغير، يعني مثل ما بتريده. فهلا الكمبيوتر شكل راحه كبيره للطباعه وفنون جديده للطباعه، يعني بس هنيك في الصحافه القديمه وكلها من زمان، يعني كلها من 40-50 سنه، يعني هذه كانت كل الطباعه هيك قبل انتشار الكمبيوتر.